السلام عليكم طلاب آح، نكمل الجزء الثاني من المحاضرة الثانية مادة الـ Real Time Systems. محاضرتنا الأولى تعرفنا بها على الـ Continuous و Discrete Signal، وتعرفنا بها على الـ Analog و Digital Signal، وتعرفنا على الـ Complex Signal، وتعرفنا على Random و Automatic Signal، وعرفنا الـ Even و الـ Audit Signal. طيب، بهذا الجزء من محاضرتنا راح نجي نعرف الانرجي والباور سيجنال. بالنسبه ان الفي للتي راح نقول الفولتيه، بالنسبه للتايم هي عباره عن شنو؟ عن الفولتيه اللي تمر بالمقاومه واللي تنتج لنا تيار. هذا قانون اوم، ما بي اي مشكله بالنسبه ان. طيب الباور بهالحاله شو تمثل لنا؟ قيمة الفولتية في التيار على المقاومة، تمام؟ هذا قانون الباور، أو نقدر نقول مربع التيار بالنسبة للمقاومة مالتنا. طيب هنا راح نمثله على شكل فانكشن، راح يكون الفولتية بالنسبة للتايم مالتي مضروبة في التيار بالنسبة للتايم مالتي على قيمة المقاومة، واللي هي تساوي لنا مربع التيار مالتي. زين، هسه راح نجي نمثل الانرجي. هاي الانرجي شو راح تمثل لي؟ راح تمثل لي تكامل من الماينس انفينيتي للانفينيتي مربع التيار بالنسبه للتي دي تي، وراح نقيسها دائما بالجول. طيب الباور مالتي شو راح تمثل لي؟ راح تمثل لي لم بالنسبه تايم المن دي يتجه، دي يتجه للانفينيتي، واحد على تي، راح نقسم الفتره مالتي تي على 2 الى ماينس تي على 2. نفس الشيء راح تكون اي تربيع بالنسبه للتي، تي هنا راح تنقاس بالواط. هسه راح اخذ الباور والانرجي مالتي للسيجنال حتى اعرف السيجنال مالتي هل هي باور سيجنال او انرجي سيجنال. بهالحاله راح تكون الانرجي مالتي من الماينس انفينيتي للانفينيتي مطلق الاكس للتي تربيع بالنسبه للدي تي، والباور مالتي راح تكون لم من التي للانفينيتي واحد على تي من الماينس تي على 2 للتي على 2. هاي الفتره مالتي هماتين مطلق الاكس للتي تربيع بالنسبة للدي تي. زين، هاي المعادلات كانت بالنسبة لشنو؟ بالنسبة للكونتينيوس سيجنال مالتي. لاحظ انه دائما اذا كانت القيمة مالتي كونتينيوس، اي انه راح اخذ تكامل عليها، التكامل شي يمثل لي مجموع كل القيم الموجودة بين فترتين، يعني التكامل من الواحد للاثنين راح يمثل لي مجموع كل القيم اللي بيناتهم. بينما بالديسكريت تايم، ديسكريت تايم دائما اخذ السميشن. ليش اخذ السميشن؟ السميشن لان ياخذ لي مجموع فترات متعدده، يعني مو كل قيم الارقام، لا، قيم الارقام اللي اني مختارها او اللي اني محدده بالفانكشن مالتي. فمجرد الانرجي راح تكون بدل التكامل، راح تكون هنا سميشن من الماينس انفينيتي للانفينيتي مطلق الاكس الان تربيع، والباور مالتي كذلك راح تكون بهذا الشكل، راح تكون لم للان تقترب من الانفينيتي واحد على اثنين ان. شوف، لاحظ عوضت هنا أنا بدل تي ان سميشن الان من الماينس ان الفتره مالتي للان، ومطلق الاكس للان تربيع. زين، هسه شو وقت هنا راح اختصر الموضوع اللي اخذته سابقا حتى اعرف شو وقت اقول انه هاي الموجه هي انرجي سيجنال او باور سيجنال او نون باور او انرجي سيجنال. زين، بالنقطه الاولى جدا نقول الاكس للتي مالتي او الاكس للان اذا كان ديسكريت راح اسميها انرجي سيجنال. شو وقت؟ اف اند اونلي، في حال تحقق هذا الشرط، الانرجي مالتي اكبر من الصفر واصغر من الانفينيتي، يعني الانرجي مالتي بهالحاله راح تكون موجبه فقط. وبهالحاله الباور مالتي اذا الانرجي مالتي موجبه، اذا طبقت المعادله راح اشوف ان الباور مالتي راح تكون صفر. بهالحاله شو اسميها؟ اسميها انرجي سيجنال. زين،
هسه راح نشوف الاكس للتي مالتي اول اكس لان اذا كان السكيورتي راح اسميها باور سيجنال في حال تحقق هذا الشرط فقط. اذا الباور مالتي اكبر من الصفر واصغر من الانفينيتي يعني الباور مالتي شو راح تكون؟ راح تكون قيمتها موجبه. وبهالحاله اذا طبقت المعادله راح يكون عندي الانرجي راح يساوي لي انفينيتي دائما. بهالحاله هذني الشرطين لما يتحقق انا راح اعرف انه بالشرط الاول اذا تحقق راح تكون عندي الانرجي سيجنال. اذا تحقق الشرط الثاني اللي هو الباور مالتي موجبه راح تكون عندي باور سيجنال. اذا الشرطين ما تحققن بهالحاله راح اسميها نيذر انرجي سيجنال نور باور سيجنال اللي هي لا باور ولا انرجي سيجنال. هسه راح نتعرف على مجموعه من الاشارات بالنسبه للتايم. النوع الاول مالتي اليونت ستيب. اليونت ستيب واضح اتوقع بالنسبه لكم. اليونت ستيب فانكشن هاي الصيغه اللي اقدر اصيغها بي اليونت ستيب شو وقت راح تكون قيمته واحد؟ لما التي مالتي اكبر من الصفر. لما التي مالتي اصغر من الصفر راح يكون دائما صفر قيمته اللي هو هذا واضح بهالشكل. بس عبرت قيمه الصفر صارت اليونت ستيب مالتي بهالحالة شقد قيمتها؟ واحد. لما هي صفر او اقل من الصفر اليونت ستيب مالتي ايش راح تسوي بالنسبة الي؟ راح تسوي قيمتها صفر. زين هسه راح اخذ اليونت ستيب شفتد انه راح اشفتها بالاتجاه الموجب او بالاتجاه السالب. دائما هاي الاشارة راح تمثلي عكس عكس اتجاه الشفتنج. يعني اذا كانت عندي ماينس تي الشفتنج مالتي راح يكون بالاتجاه الموجب موجب اكس. اذا لا زائد تي راح اشفت بالاتجاه السالب. هاي خلوها ببالكم دائما. هسه راح اخذ يونت ستيب بالنسبه للتي ماينس تي نوت. لاحظ هنا هي هاي الاشاره مالتي. لما التي نوت مالتي كانت التي كانت اكبر من التي نوت صارت شنو القيمه مالتي؟ موجبه. لما كانت التي اصغر من التي نوت القيمة راح تكون بكل هالحالة سالبة. زين الامبلس اليونت امبلس فانكشن. اليونت امبلس فانكشن راح تمثل لي هي الاول مالتي حتى اسوي سيستم انالايز. دائما استخدم هذه الاشارة حتى اسوي انالايزنج لاي سيستم بالنسبة لي. طيب الالفا للتي عفوا الدلتا للتي بهالحالة مالتي شو راح تمثل لي؟ راح تمثل لي صفر. وش وقت لما التي مالتي لا يساوي صفر قيمته راح تكون صفر. الالفا للتي راح تكون انفينيتي عفوا الدلتا للتي راح تكون بالنسبة لي انفينيتي لما التي مالتي راح تكون تساوي لي صفر. لاحظ هاي الاشارة مالتي. لما الدلتا للتي مالتي تساوي الصفر لما نساوي الصفر القيمه مالتها شقد راح تكون؟ راح تكون انفينيتي. طيب اذا اسوي لها شيفتنج هنا انا اشوف راح اخذ دلتا للتي ناقصا تي نوت. شوف تشفتت بيا اتجاه قلنا لما اكو ماينس راح تشفت بالاتجاه الموجب. لما راح تساوي القيمه صفر مالتي وبناقص الشيفتنج راح تشتغل عندي البلس مالتي وتكون قيمتها انفينيتي او حسب القيمه اللي انا خال. الكومبلكس سيجنال. الكومبلكس سيجنال تنصاغ بهاي الصيغه دائما. الاكس اللي تي هي اي مرفوعه المن اكسبوننشال المن للجي اوميجا نوت بالنسبه للتي. وهي راح تساوي لي دائما حتى افتح هاي المعادله مالتي راح تساوي لي كوساين اوميجا تي زائد ان جي ساين اوميجا نوت بالنسبه للتي. جي هي شو تمثل لي؟ تمثل لي الجذر ماينس 1. هذا مثال على الكومبلكس سيجنال بالنسبه لنا. هسه راح ناخذ السيستمز وراح ناخذ عليها مجموعه من الكلاسيفيكيشن. طيب شنو هو السيستم؟ هنا نقول السيستم هو ماثماتيكال موديل اوف فيزيكال بروسيس. راح تصير عندي فيزيكال بروسيس على شنو؟ على ماثماتيكال موديل ذات هولز ذا انبوت سيجنال تو ذا اوتبوت سيجنال. اللي هو راح يغير لي الانبوت سيجنال بالنسبه للاوتبوت سيجنال.
هسه هنا انا راح اخذ فرضيه راح اقول انه let x and y be the input and output signal. x راح تمثل لي input وال y راح تمثل لي ال output signal of a system. Then the system is viewed as the transformation or mapping, عملية التحول المن of x into y. ال x مالتي راح تتحول لل y راح اصيغها بهذه الصيغة ويعطيها ال y مالتي شو راح تمثل لي. ال x قلنا ال input, ال y مالتي راح تمثل لي هي حاصل ال t هي العملية اللي راح تحدث بالسيستم مالتي في شنو في ال x مالتي. اذا ال output مالتي راح يمثل لي البروسس اللي صارت على ال input مالتي. وهنا نقدر نقول انه ال t هي شنو هي ال operator representation بالنسبة لي. طيب إذا كان عندي أكثر من input, قلنا هسه ال x تدخل على system اللي هو t للواي, فالواي شو راح يمثل لي؟ راح يمثل لي t للx. إذا أكثر من input نفس المعادلة راح أطبقها, x للواحد بالنسبة ل x للn ينضرب بال t مالتي اللي هو system, راح شو يطلع لي؟ راح يطلع لي الواي اللي هي من ال y1 لل y m راح يكون بالنسبة لي. طيب ال continuous وال discrete time, هنا راح نعرف شلون نعرف انه هذا ال time مالتي هو continuous او discrete. بهاي الحالة راح نشوف انه دي يقول if the input and output signal اللي هي ال x وال y مالتي our continuous time signal they're not in continuous, then the system called continuous time signal. إذا ال input مالتي وال output مالتي هو continuous time signal, فراح السيستم مالتي يسميه continuous time signal. إذا لا كان ال input مالتي وال output مالتي discrete, then the system called discrete time signal. شوف هنا هذا ال HD مثل لي continuous time signal x لل t وده يطلع لي y لل t. هنا أنا عندي x لل n ده يطلع لي y لل n, إذن discrete صار. طيب راح ناخذ مفهوم السيستم with memory and without memory. السيستم راح نسميه memoryless, أي إنه without memory if the output مالتي at any time depend only on the input at the same time. يعني ال output مالتي في لحظة معينة راح يعتمد على الانبوت في هذه اللحظة نفسها, فراح اسميه without memory او memoryless. Otherwise the system said memory, اذا لا يعتمد على الانبوت السابق له راح اسميه memory system. هنا انا راح ناخذ مثال على memoryless system اللي هو المقاومة اللي هي الانبوت مالتها x لل t taken as the current and voltage taken as the output y لل t بنفس الوقت. الريليشن مالتي بالنسبة للأوم لو تطبق في نفس الوقت, يعني قيمة التيار وقيمة الفولتية وقيمة المقاومة معتمدة في نفس الوقت. فالفولتية اللي راح تساويني التيار في المقاومة في هذه اللحظة اللي دا أقيس بها معتمدة على هذه اللحظة, فهذا راح شو نسميه؟ نسميه memoryless system. زين ال system with memory شنو راح ناخذ عليه مثال؟ راح نقول ال capacity اللي هي C, ال current مالتي as the input x لل t and the voltage as the output y لل t. دائما احنا ندري انه ال capacitor مالتي تشحن كمية معينة من الشحنة وتفرغها, فيعتمد خلينا نقول على القيم السابقة للتيار والفولتية مالتي. بهالحالة الواي لل تي راح يساوي لي واحد على قيمة الكوباسيتر تكامل الماينس انفينيتي لل تي اكس لل تي دي تي. إذن يعتمد على السابق, فراح نسميه ميموري سيستم. زين هسه راح نتعرف على الكاجوال والنون كاجوال سيستم. السيستم مالتي راح اسميه كاجوال اذا الاوتبوت مالتي راح يكون التايم مالتي للتي شنو هو نفسه التي نوت, راح شنو يعتمد اولي على
الام بوت اكس للتي مالتي، اذا التي مالتي طبعا اكبر اصغر او يساوي من التي نوت، هنا شو راح يكون؟ راح يكون الاوتبوت مالتي كاجوال سيستم and depends on only the present present and or past value of the input، يعتمد على القيمة الحالية أو السابقة للانبوت مالتي. بهالحالة شو راح أسميه؟ راح يكون هذا السيستم مالتي كاجوال سيستم، أي إنه يعتمد على القيمة الحالية مثل ما قلنا، والقيمة أو القيم السابقة للانبوت مالتي راح يكون كاجوال سيستم. راح يكون نون كاجوال سيستم شو وقت؟ if it is not casual، اذا ما راح كاجوال يكون زين. بهالحالة شلون راح ناخذه؟ راح ناخذه بهاي الصيغة، راح ناخذ صيغة رياضية عليه، نقول انه الواي للتي ايش راح يساوي لي؟ راح يساوي لي اكس للتي زائدا واحد. هنا على الواي للان شو راح يمثلني؟ راح يمثلني اكس للماينس ان. هذني امثله على شنو؟ على النون كاجوال سيستم. الان ناخذ فد ملاحظه، نقول انه all memory less system are casual، كل الميموري للسيستم system السيستم اللي without memory بدون ذاكره راح يكون casual system. بس الحاله ما تنعكس، يعني مو كل الميموري سيستم هي نون كاجوال. زين اللينير والنون لينير سيستم، شو وقت راح اسمي اللينير السيستم مالتي لينير، وشو وقت راح اسمي نون لينير؟ راح اعتمد على شرطين حتى اقول انه التي مالتي لينير اوبريتر، اللي هو التي قلنا شيء مثل يمثل السيستم operator بهالحالة. فراح يكون السيستم مالتي لينير بهالحالتين. اذا التي مالتي التي للاكس 1 مالتي راح تساوي لي الواي، والتي للاكس 2 مالتي راح تساوي لي الواي 2. يعني نصيغها بصيغة ثانية، التي السيستم مالتي اذا جمعت القيمة مال X1 والY1 الانبوتس اللي اذا دخلنا على السيستم راح يعطيني الاوتبوت، شو راح يكون؟ راح يكون الاوتبوت مال X1 زائد الاوتبوت مال X2. فهذا الشرط اذا تحقق راح تحقق اول شرط من شروط اللينير سيستم. زين الشرط الثاني مالتي هو السكيلينج. هنا راح يكون السيستم مالتي اللي مثلته بالتي سكيل، شو وقت اذا التي بالنسبه للالفا اكس مالتي هي راح شو تمثل لي؟ راح تمثل لي سيستم مضروب في الالفا اكس مالتي راح يمثل لي الالفا واي. اذا السكيل مالتي حاله السكيلنج مالتي وحاله الانبوت والاوتبوت بالنسبه للسيستم مالتي تطبقا، بهالحاله راح اسمي السيستم لينير سيستم. فور اني اكس اند سكيلنج سيستم، اش راح يكون بالنسبة لي اذا طبق عندنا الكونديشنين اللي اخذتهم بالمعادلتين السابقة؟ راح يكون لينير سيستم، اذا ما طبق راح يكون نون لينير سيستم. فهذا الكونديشن اللي دا تصيغ لي هاي الصيغة. هنا انا اخذ هنا شنو الالفا 1 والالفا 2 دي مثلني؟ دي مثلني السكيلنج مالتي مال المعادلة. وهاي هذا الشرط راح اسميه السوبر بوزيشن بروبرتي. اذا السيستم راح يكون سوبر بوزيشن بروبرتي ايش وقت؟ لما يكون لينير سيستم. اكزامبل اوف لينير سيستم، مثال عن لينير سيستم مالتي هو شنو؟ الريزستور اللي اخذتها بالمعادله السابقه، المقاومه هي لينير سيستم. زين مثال على النون لينير سيستم شنو راح يكون؟ راح ناخذ ان المثالين. إذا الواي مالتي شو تساويني؟ تساوي لي إكس تربيع، أو الواي مالتي راح شو تساويني؟ كوساين الإكس، هذني شنو هن؟ نون لينير سيستم. ليش؟ لأنه ما تطبقن بهن الشرطين اللي ذكرناهن سابقا. هسا راح نشوف السيستم مالتي التايم انترفال والتايم فارينج سيستم. السيستم راح أسميه تايم انترفال،
إذا التايم شيفت مالتي الديلي أو أدفانس إن ذا أنبوت سيجنال كوز ذا سيم تايم شيفت إن ذا أوتبوت سيجنال. يعني إذا شفتت بالأنبوت مالتي نفس قيمة الشيفتنج راح تصير للأوتبوت مالتي سواء أنه سويت ديلي أو سويت أدفانس. The system as this time interval إذا الـ T للـ X مال T T minus القيمة اللي نقصتها راح يساوي لي راح يساوي لي الـ Y الـ T minus القيمة اللي نقصتها على الـ system مال T. For any real value of T in this discrete system مال T بالنسبة للـ continuous وهذا بالنسبة للـ discrete. وهنا الـ K إيش ده يمثلي؟ ده يمثلي الـ integer number. هنا نقول السيستم اللي ما يحقق هاي المعادلتين اللي هو ما راح يكون بالنسبة للكونتينيوس وبالنسبة للديسكريت ما راح يحقق لنا المعادلتين اللي قلنا هنا شنو مال تايم انترفال سيستم راح شو اسميه راح اسميه تايم فايرنج سيستم انه هو راح يكون متغير بالنسبة للتايم ليش لانه الشيفتنج مالتي على الانبوت ما راح تسوي نفس او القيمة بالنسبة للشيفتنج على الاوتبوت مالتي. linear time interval اذا system مالتي كان linear او time interval راح اسميه linear time interval راح اسميه بال LTI system. زين شلون اعرف السيستم مالتي هسه stable او non stable؟ راح ناخذ بال 1.3.8 stable system. السيستم مالتي راح يكون stable اللي هو ال BIBO stable if for any bounded input بالنسبة ال A input مالتي راح لازم يتحقق هذا الشرط المطلق مال ال ال input مالتي لازم يكون أصغر أو يساوي ال K1 وال output مالتي is also لازم الاوتبوت مالتي المطلق مالته هم يكون اصغر او يساوي الكي 2. بهالحالة شنو نقول الكي 1 والكي 2 راح شنو يكون انفينيت ويل كونستنت لازم يكون انفينيت ويل كونستنت كارقام. زين اخر شيء راح ناخذ الفيدباك سيستم. الفيدباك سيستم هو اكثر واوضح مثال على الريل تايم سيستم اللي تناخذه بالمادة مالتنا وتندرسه بالمادة مالتنا وهو واسع الاستخدام هذا بالنسبة للريل تايم سيستمز. احنا شنو هو الفيدباك سيستم؟ نقول a special class of system constant of system having a feedback. الفيدباك سيستم مالتي the output signal لاحظ هنا عندي الx للt ده تدخل على سيستم تطلع لي واي للتي راح شنو اخذ؟ راح اخذ منها فيد من هنا من الاوتبوت راح ارجع اجمعه ويا الانبوت سيجنال مالتي. هذا راح يمثل لي ابسط مثال على الفيدباك سيستم وهذا اقدر استعمله الاوتبوت مالتي ارجع منه خلينا نقول فيدباك من الاشاره مالتي حتى اثر على الانبوت مال السيجنال مالتي. طلاب هذا كان كل ما في المحاضرة الثانية. خلصنا الجزء الثاني من المحاضرة اطلعوا عليها راح ارفع لكم التوتوريال كذلك مال الامثلة ويا هاي المحاضرة اطلعوا عليها قرن. يعني انا حاولت قدر الامكان اوضح لكم المحاضرة بابسط طريقة اعرف انه دنواجه عقبة اللي هي انه احنا دنشرح مادة رياضية وتحتاج انه رسم وتوضيح بورقة وقلم نشرحها خلينا نقول بشكل قراءة بس هذا الوضع اللي فرض علينا الوضع الاستثنائي حاليا. فأخذوا المادة قدر الإمكان اطلعوا عليها إذا كانت عندكم مشاكل فيها بيها أو ما فهمتوها بشكل كامل نقدر ناخذ فد أسلوب آخر أو طريقة آخر حتى نوضح لكم بيها. يعني انتظر من عندكم هذا تقولوا لي إنه أوكي ما عندنا مشاكل بالمحاضرة أو كان أكو مشاكل حتى نحاول إنه نلقى حلول لهذا الموضوع. أنا أشكركم خلصت المحاضرة الثانية.